أتذكر وقت وصولك لتشيلسي في 2015 في المرة الثانية، كان قد رحل اللاعب المصري محمد صلاح عن الفريق على سبيل الإعارة إلى إيس روما بعد أو قبل شهور قليلة من تعيينك في هذه المهمة. هل وقتها حزنت لرحيل محمد صلاح عن الفريق؟ نعم بطبيعة الحال. أنا أتيت لتشيلسي مثقل بالكثير من الأعباء، ولكن كانت بدايات محمد صلاح بداية مسيرته، ولكني أحببت هذا النوع من اللاعبين. أنا كنت واضح جدا، هو لاعب يحب المنافسة وقد أثبت ذلك. قبل أن آتي قد أرسل للإعارة، وهذا ما حدث مع كيفن دي بروين في بداياته في مع مانشستر سيتي او مع تشيلسي وبعد ذلك مع مانشستر سيتي. هؤلاء اللاعبين استطاعوا ان يثبتوا انفسهم، واستطاع محمد صلاح ان يثبت نفسه انه لاعب من الطراز الرفيع. طيب ده يخلينا اسالك عن رايك في مسيره محمد صلاح بشكل عام على مدار كل هذه السنوات في الملاعب الاوروبيه، رايك فيما قدمه محمد صلاح؟ نعم قد حقق الكثير وأمامه الكثير ليحققه في مسيرته في أوروبا. هذه الفترة هي فترة محمد صلاح بالفعل مع مدير فني جديد، ولكن أمامه كثير من التحديات، أمامه ضغط كبير ليثبت ما استطاع أن يقدمه مع مصر ومع ليفربول، ليس فقط مع ليفربول ولكن مع المنتخب المصري كذلك. منذ عام أو عامين وقد استطاع أن يصل بمصر إلى نهائي أمم إفريقيا، واستطاع أن يحمل على عاتقه الكثير من المسؤولية والضغوط. هو لاعب رائع، لاعب مذهل. كمدرب أحب أن أرى هذه النوعية من اللاعبين في الملعب معي. أنا أستمتع برؤية محمد صلاح. حينما بدأت مع تشيلسي في الفترة الثانية وللأسف قد رحل محمد صلاح، هذا أمر أحزنني كثيرا. طيب عايز أسألك على المنافسة بشكل عام في الدوري الإنجليزي، هل هي أصبحت احتكار لمانشستر سيتي وحيدا؟ لماذا تراجعت باقي الأندية عن منافسة مانشستر سيتي بالشكل اللازم؟ لماذا احتكر مانشستر سيتي على غير العادة لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة باستثناء موسم أو اثنين من وجهة نظرك؟ نعم. في البداية لأن مانشستر سيتي لديهم منظومة ثابتة، بالطبع مدير فني رائع، ولكن المدير الفني الرائع ليس كافيا إذا لم تكن هناك منظومة مستقرة للنادي. يوجد دعم كبير لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي منذ سنوات. أعتقد أن الدعم هو الذي جعل هذا الوقت المناسب لبيب جوارديولا لينتج مع مانشستر سيتي. إذا لديك فريق رائع، مدير فني رائع، وإدارة مستقرة، فالفريق والإدارة تستطيع أن توقع مع اللاعبين الذين يريدهم الفريق ويحتاجهم المدير الفني في أي وقت. بالطبع وأيضا الرؤية الخاصة بفريق الكشف للنادي تحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق وطريقة اللعب كذلك. هذه هي المنظومة، الاستقرار. إذا كنت تنافس بدون الاستقرار اللازم فسنرى ما يحدث مع فريق تشيلسي. لديهم الكثير من الأموال، أنفقوا الكثير من الأموال، ولكن أعتقد قد صرفوا حوالي مليار دولار في آخر استثماراتهم، ولكن أشركوا الكثير من اللاعبين، ونفس الأمر مع مانشستر يونايتد. أندية كبيرة وتصرف وتنفق الكثير من الأموال على اللاعبين، ولكن لا تحضر اللاعبين المناسبين في المراكز المناسبة للمدير الفني. أن توقع للاعب هذا أمر هام، ولكن لتفرض سيطرتك على أوروبا كما فعل مانشستر سيتي، وهذا ما لم يستطع أن يفعله مانشستر سيتي ومانشستر تشيلسي ومانشستر يونايتد، ولكن ما فعله مانشستر سيتي.